ومشاهدينا للحديث عن مجتمع الجامعة وتأثيرها على أبنائنا والأجيال اللي راحت والأجيال اللي جاية. ويانا الآن مباشرة الدكتورة وجدان أحسان علي، دكتوراه الفيزياء الطبية والحيوية وتدريسية، وبحكم تجاربها اليوم راح تفيدنا هواي بموضوعنا لليوم. يسعد صباحك دكتورة، أهلا بيك. يسعد صباحك دكتورة، أهلا بيك، نورتينا. صباحكم خير وعافية. صباحكم خير وعافية. شكرا لك. طبعا بيكم. دكتورة بالبداية حابين نعرف من عندك الحياة الجامعية شنو اختلفت قبل عن هسه؟ مع مرور السنوات أصبحت الحياة الجامعية مختلفة عن السابق تماما، وذلك يرجع إلى اختلاف الأجيال وأيضا اختلاف البيئة اللي يجي منها الطالب أو الطالبة. نعم. وهل التغيرات اللي خلينا نقول بالمجتمع الجامعي يعني صارت؟ نعم تفضلي. والسبب يعود ايضا الى استمراريه البحث. احنا كل سنه الجامعات يكون اكو بها تجدد مستمر، لان لازم يكون اكو تجديد بهيكليه الجامعه، ويكون ايضا في النهج والمناهج والبحوث العلميه حتى تزيد من الرصانه العلميه والفائده للطلاب. نعم. طيب دكتورة، هل التغيير اللي يعني صار بالمجتمع الجامعي هل هي يعني خلينا نقول تغيرات سلبية أم إيجابية؟ بالتأكيد التغييرات أكو سلبية وأكو تغييرات إيجابية، لكن التغييرات الإيجابية هذا يعتمد على أنه الشخص أو الطالب، الإبن أو الإبنة، تربيتهم كيف كانت؟ لأن الوسط الجامعي راح نشوف فيه اختلافات من جميع النواحي الإيجابية والسلبية أيضا. نعم نعم. طيب الاختلافات الإيجابية راح تشوفيها موجودة. تفضلي دكتورة كملي. راح تكون مثلا تغيير أي نعم، راح تكون الاختلافات الإيجابية راح تشوفيها من ناحية الاختلافات الإيجابية راح تشوفيها دائما موجودة من حيث الهيكلية الجامعية في تغيير مستمر، أيضا الكادر التدريسي والعلم، يعني الرصانة العلمية دائما تكون متجددة في الجامعات. نعم. طيب دكتورة، الحياة الجامعية برأيك ايش قد ممكن تأثر على تربية أطفالنا؟ بالتأكيد اليوم أنا ابني أو بنتي من مرحلة المراهقة انتقل إلى مرحلة النضوج. طيب أنا خلال هذه الفترة هل أعطيت التربية الصحيحة؟ هل أعطيت النصائح والإرشادات الكافية للحياة داخل الجامعة؟ اليوم لازم أنا أكون صديقة ابني أو بنتي حتى يبدي يعرف انه هو وصل على مرحله لازم يتخذ قرارات بنفسه، لازم يتجه نحو يعني نحو المسؤوليه الشخصيه، ما يعتمد على والده او والدته. نعم. طيب دكتوره شنو السبب التغيرات اللي صارت؟ بتخفف من هاي الاعباء. نعم تفضلي. التغييرات هذه تصير بناء انه هم جايين من بيئه مختلفه وافكار مختلفه. كل جيل الآن يختلف عن جيل، يعني جيل التسعينات مو مثل جيل الألفين الحالي، صح؟ احنا عندنا جيل ينشأ، جيل تشوفين جيل الألفين يمتلك جرأة أكبر. بالتالي أنا اليوم فهذا الاختلاف يأثر على ابني وبنتي. التربية الأب والأم لها دور مهم جدا في إنه ابني يكتسب كل الأمور الجيدة داخل الحرم الجامعي، ولا تنسين القواعد والقوانين اللي تفرضها الوزارة واللي تفرضها الجامعة تساعد في بناء بيئة مناسبة للطالب وتكون إيجابية، وحتى ابني يكتسب من عندها كل الخبرة مع الوقت. نعم. نعم دكتورة. دكتورة هسه نشوف الكثير خلينا نقول بالجامعات او حتى بالمدارس اكو الكثير من الشغلات السلبية دا تصير، هل هذا الشيء لازم احنا يعني نركز عليها من نبني اساس الطفل حتى بالجامعة ليه يتعرض؟ مثلا ابسطها التنمر اللي دا يصير بالمدارس بالوقت الحالي، دا نشوف كثرة هالتنمر وكثرة هالشغلات، شلون نقدر نسيطر على الوضع حتى الطفل من يكبر بمجتمع سليم، وبالتالي حتى لا يأثر عليه تأثير سلبي بالجامعة؟ خليني أقول لك، هي كفتين ميزان، كفة التربية
وايضا القواعد داخل الجامعه، الحرم الجامعي، لان الجامعه بدورها ايضا تقدر تسيطر على هذا النوع من المشاكل. هذه ضغوط نفسيه ممكن تاثر على الطالب لفتره طويله جدا، يعني انا ممكن اليوم ابني او بنتي يتاثرون وتبقى هذا التاثير مستمر طوال حياته، يتذكر هذه المواقف. فمثلا احنا لو نجي نشوف اليوم انا ابني اذا دائما اتحاور وياه، الحوار والنقاش جدا مهم مع الاولاد، لان هذا الشيء راح يمنح اي سلبيات او افكار يفكر بها الابن او الابنه. لما يقعد مع والده او والدته ويصير اكو حوار ونقاش، هذا راح يخفف من الضغوط النفسيه التي لا قد يتعرض لها اثناء رحلته في الجامعه. إضافة إلى القوانين، مثلا احنا اليوم إذا الزي الموحد اللي دا ينفرض بالجامعات، أبسط شيء هذا مثال بسيط راح يخلي الطلبة في تساوي مستمر، راح يخلي عدم تواجد أي فوارق بين الطبقات المجتمعية، راح يلغيها تماما. هذا راح يساعد ويخفف من الضغوط والمشاعر السلبية اللي ممكن يحسها بعض الطلبة مقارنة بزملائهم. إذا احنا عندنا كفتين ميزان، كفة التربية اللي هي الأب والأم اللي لازم ياخذون فكرة النقاش، النقاش مع أولادهم، وأيضا الجامعة في يعني نصائح الأساتذة والهيئة التدريسية للطلاب بشكل مستمر حتى يبقى دائما هناك توازن داخل الحرم الجامعي. نعم طبعا دكتور، ايضا حاب اعرف من حضرتك، يمكن احنا قبل كانوا الطلاب انه يفوتون للجامعه بهدف ان هم يدرسون، ممكن يحصلون على الوظيفه بعدين اللي هم حابيها، ولكن هسه الاشخاص او الطلاب تشوفيهم فايتين للكليه، هم فقط يعني ممكن التباهي، ممكن انه هم طالعين يونسون نفسهم، شنو السبب لهذا الشيء برايك؟ صحيح 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 بالتاكيد. عزيزتي اليوم انا قلت لك لازم اعرف ابني من وصل لهذه المرحلة، اليوم ابني أو بنتي هل هو عنده أهداف حتى يدخل هذا الاختصاص؟ اليوم ابني اختار أنه يكون في اختصاص طبي، في اختصاص هندسي، أيا كان نوع الاختصاص، هل ابني عنده شغف لهذا الاختصاص؟ هل ابني حاب أنه يكمل ويطور نفسه في هذه المهنة؟ اليوم الطلبة اللي يدخلون الجامعات المرحلة الأولى أحياناً، يعني أنا داخل القاعة قبل المحاضرة التعريفية اللي تشوفين بها أول وحدة، اللي تكون تشوفين بها الطلاب بداية وتتعرفين عليهم في سبيل أنه تبدين تشرحين قواعد المادة. لما تسألين الطلاب، طبعا بعض الطلاب لما تسألي سبب دخولك لهذا القسم، لو يقول لك أهلي جبروني، لو يقول لك أني هذا معدلي وصلني هيك مرحلة، الشغف ماكو. ابني لازم ينزرع به الشغف، ابني لازم يصير عنده أهداف، أكيد. ابني لازم يكون عنده اليوم أو بنتي قواعد وخطة لدراسته داخل الحرم الجامعي. نعم. هذا راح يخليه ذو مستقبل ويعرف هو أنه عنده حياته الجامعية مهمة جدا، راح تنطيك الخبرة الكافية حتى يأسس مستقبل نفسه فيما بعد، إن كان على الصعيد المؤسسات الحكومية في القطاع الحكومي أو الخاص. نعم دكتورة زمن، شكرا لك والمعلومات اللي قدمتيها. شكرا لك، نورتينا. شكرا جزيلا لكم وشكرا لقناتكم. أهلا بيك.